طيب، بما اننا بنتكلم عن حاجات جيده بتحصل، يعني محتاجين ان احنا برضو نتكلم عن حاجات جيده بتحصل زي اللي بنشوفه في النقل التلفزيوني مثلا، زي ما قلت لحضراتكم وزي ما كنا بنتكلم ان النقل التلفزيوني الحقيقه، يعني تخيل حضرتك الصوره دي لو في جمهور، تفرق كتير. يعني بقينا ناخد لقطات من درون ومن واير ومن حاجات حلوه جدا، ولكن تخيل لو الصوره دي كلها مليانه جمهور، كان ايه اللي حصل؟ لا الوضع مختلف. ما هو ده عنوان العنوان البطوله بتاعتك، يعني التصوير حلو انا ما والدنيا حلوه بقول والنقل لحضرتك حلو. اهو، انت عنوان يا جماعه برضو الناس مش واخده بالها، الجمهور محتاج تقدم له حاجه كمان عشان يجي. يعني برضو الجمهور، انت فاكر ان الجمهور مثلا يعني كمان محتاج تمن التذكره نفسه، محتاج مراجعه تخلي حتى للطلاب اللي في كذا وتديها اسعار برضو تدريجيا تساعد حتى على الجمهور. الجمهور احنا وقفنا عند 5000، وفي وعد من تصريحات الاستاذ احمد دياب قال لك ان الوضع هيبقى ايه، يبقى يعني 50% من سعه الاستاد. يا جماعه المباريات الجماهيريه ضروري جدا يبقى فيها تواجد جمهور، ده لصالح اللعبه، للارتقاء بالمستوى، للحماس. ما ينفعش انت تعمل لي عرض مسرحي مفيش جمهور، الفنان مش هيطلع، لعيب الكوره مش هيطلع، مش هيبقى عندك لعيب عنده خبرات او حكم عنده خبرات او الكلام ده كله الا من خلال ايه؟ من خلال جمهور موجود في الملعب. احنا مش اقل من اي حد، احنا عندنا امن وامان وعندنا كل شيء، الاجراءات تم اتخاذها بصوره جيده، والناس عندها وعاوزه تروح وعاوزه في ظل الظروف عاوزه تروح تتفرج على ماتش، عاوز يتابع، عاوز ياخد اسرته. انت برضو مطالب من خلال انك انت كمان الرعاه الموجودين في الدوري وكلام يعملوا خدمات يقدموها للناس، يعني ادي فرصه للناس كمان تيجي، عشان ما لازم تديهم حاجه برضو عشان تسهل له المساله. فاعتقد مع التطور الملحوظ بامانه وبحياديه تامه، نقل اللي احنا كنا بننتظره وشايفين وعاوزين نشوفه شفناه، عاوزين اللقطه تكمل عشان الصوره عايزين تبقى حلوه، الجمهور. عاوزين الجمهور. كان النائب احمد دياب اتكلم في هذا الامر وقال ان احنا هنزود عدد الجمهور خلال الفترات هي القادمه. الحقيقه برضو هي نقطه الجمهور شويه يمكن امنيه اكتر منها، يعني انا متفق تماما طبعا مع كلام الاستاذ محمود في انه ضروره وجود الجمهور حقيقي. انما انا بشوف ان التقنيات اللي واخداها شركة تذكرتي تشجع على ده، يعني تشجع على اتخاذ خطوة مستقبلية ولو متدرجة. يعني صحيح، زي ما بنقول مثلا بالنسبة للمباريات اللي طرفها فرق أفريقية في 30 و35، يعني تم الموافقة ل 35000 متفرج، على أساس إن هي جمهور نادي واحد اللي هو النادي الأهلي. صحيح، لكن في أندية كتير برضو ممكن جدا تعتبرها، مش انا مش اقصد كده، ده معنى مجازي، يعني تقدر تعتبرها افريقيه، يعني فرق ملهاش جمهور. طبعا انت فاهم قصدي يا كابتن، ده غير انديه الدوري، هم خمس انديه بس اللي عندهم جمهور، بغض النظر عن خمس انديه دول، يعني اهلي، زمالك، مصر، يعني اسماعيلي، اتحاد، بقيه الانديه كلها افريقيه، يعني ما عندهاش جمهور. بعتذر عن التعبير ده، ده بالعكس ده تعبير لطيف لطيف. هو طبعا، لكن طبعا هو يعني هو معبر يعني عن ايه؟ انه انت بتتكلم على انه ما يبقاش في احتكاكات جماهيريه، خلاص يبقى في لجنه داخل الشركه تقيم، او لجنه في رابطه الانديه تقيم مدى جماهيريه المباريات، بحيث انه لو في امكانيه تزود عدد الجمهور، لو انت قلت مثلا الجمهور هيبقى 20 و20، لو انت قلت 20 لنادي ما مش هيعرف يجيبهم، يعني مش هيبقى عنده 20000، ما عندوش طبعا. انا بتكلم بمنتهى الصراحه طبعا. ولذلك يبقى لازم في تقييم لمدى جماهيريه الفرق اللي بتلعب، فتزود انت في ايدك القرار. يعني تخيل ماتش الاهلي والمصري ده لو انت بتلعب في الاستاد ومليان طبعا، وعلى فكره العدد لو زاد شويه في الاستاد اللي احنا شفناه ده مش هيبانه. صحيح، وبعدين هيبقى فاصل 20000 مش هيبان، لا هيبقى فاصل، مش هيبان. يعني هيبقى فاصل لما اللقطه اللي حضرتك قلتها، بس على الاقل صوته هيبقى طبعًا. يعني طبعًا. انا دايما بشوف ان الجمهور مش انا لوحدي. اللقطه دي يا كابتن اللي انت جبتها بتاع الاستاد تاني بتاع المدرج دي، المدرج الاستاد من فوق الدرون، اهي واضح جدا ان شايف الجمهور، حلوه ورائعه وجميله وكل حاجه، وشايف الجمهور حجمه قد ايه. يعني انت لو مليت، لا لو مليت الساعه اللي هناك دي كلها والساعه اللي هنا، هيبقى في بينهم فاصل فدادين كبير، فدادين يعني عشان حد يوصل الناحيه الثانيه. اتفرج بقى على ايه بقى؟ مساله صعبه جدا. لا لا، اتفرج على سيمبا التنزاني وانت هتلعب معاه الساعه 4 العصر في افتتاح ايه الدوله، شوف بقى الجمهور بيبقى عامل ازاي. على فكره طبعا بشوفها مشهد، مشهد ايه؟ مشهد
مرعب، مشهد كبير جدا. فاللي انا عايزين اقوله يا ريس، يعني انت عندك فرصه الجمهور، طب اعمل تذكره لطلاب المدارس، واعمل تذكره لطلاب الجامعات، صح برضو اسعار، واعمل تذكره للاسر. يعني حط الحقيقه افكار، وعلى فكره اداره تذكرتي منفتحين لمثل هذه الافكار. لازم تعمل حاجه تجيب الاسر، يعني ما انت لما رجعت والناس شافت هتجيب ناس، هتبقى فسحه. يعني برضه حسيت مثلا اعمل حساب ان هو هياخد فسحه ايه الساعه 4 معلش يعني. انا بكلمه ورايح الماتش وهياخد تكاليف في المسار ومش عارف مين، وهياخد اكل وهياخد مش عارف مين، اديله الحاجه اللي هو تشجعه ان هو يروح يقضي يوم جميل، يعني اعتبرها فسحه. فهمتك. من التعامل من على الباب، من الشغل، وانك كنت اهلا وضيف عزيز وجودك مهم جدا بالنسبه لي. دي كلها افكار، كلها دي افكار يجب دراستها. يعني احنا هنا مش بناخد قرارات، لا لا، احنا هنا مجرد ان احنا بنقترح وبننوب عن الناس في كلامها، بننقل نبض الناس للشركه المنظمه. فياريت كل الافكار دي تدرس ويعاد النظر ولو بشكل تدريجي زي ما قلنا كده في ماتشات معينه ممكن يبقى ساعه.